ان شاء الله البطولات كتير جايه، مش عايز جمهور الاهلي يزعل. كانت بطوله قريبه مننا جدا فعلا، لكن مش عايزين كل الزعل ده. السوشيال ميديا جمهور، وجمهور كبير جدا جدا وليه احترامه، لكن الاهلي دايما لا يدار بالسوشيال ميديا، لكن السوشيال ميديا مؤثره، مؤثره جدا كمان. الاهلي لمن ملكوه، ملكوه هو الجماهير في المقام الاول والاخير. السوشيال ميديا عامل مؤثر جدا، ما بنقللش منها خالص، بالعكس كل الاهتمام ليها، بدليل الاجتماعات اللي حصلت دلوقتي من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. كل الاراء بتؤثر في اداره النادي الاهلي، وان كان اداره النادي الاهلي كانت كده كده هتاخد قرارات، وكانت هتعمل الاجتماعات، وكانت هتجيب لعيبه، وكانت وكانت وكانت، لكن ما كانش متوقع ان احنا ممكن نخسر اللي احنا شفناه ده يعني. والبطوله كانت قريبه جدا مننا، لكن قدر الله ما شاء فعل. كنا واثقين قوي ان احنا ناخد البطوله، مع ان انا يوم الخميس كنت معاكم قبل يوم الماتش، وكنت قاعد مرعوب لو حضرتك تفتكروا. كان معايا كابتن علاء مايوب قبلها كمان يوم الاربع، كان بيقول لي انت متوتر وانت خايف. طبعا احنا كنا حاسين البطوله بتاعتنا، وكنت خايف الاحساس ده يروح للعيبه، لكن الحمد لله خلاص بطوله وراحت. الاهلي ما شاء الله تاني انديه العالم، مش بنقول كده بقى كلام وخلاص، احنا بنقول كده كلام موثق كمان، تاني انديه العالم الاكثر حصولا وتتويجا بالبطولات. النادي الاهلي سيد افريقيا، النادي الاهلي بطولات كثيرة جدا جدا، سنوات ضوئية بينه وبين أي فريق، مش هقول منافس، أي فريق بيقرب للنادي الأهلي. عشان كده بقول لكم ما تزعلوش، بقول لكم إن دي ثقافات متوارثة. أنتوا كأجيال من حقنا إن احنا نقول لكم ونفهمكم إن الكورة يا جماعة معلش مكسب وخسارة. أنتوا اتربيتوا واتولدتوا لغاية 15 16 سنة كمان متعودين الأهلي ياخد بطولاته وبس، لكن معلش الكورة مكسب وخسارة.